طبعا احنا تعالى نقول احنا امام السفاره المصريه في الدوحه بنطالب برجوعنا للبلد لمصر. احنا عايزين نتعامل زي ما السعوديه اتعاملت، زي الكويت ما اتعاملت، زي بتاع جزر المالديف ما اتعاملوا، زي ما بتاع الممثلين ما اتعاملوا. لغير احنا ايه، محدش ذكرنا لغايه دلوقتي في الحكومه المصريه باي شيء. الناس دي كلها منع خدماتها من 11 مارس، 80 يوم، 80 يوم قاعدين بنصرف على حسابنا عشان خاطر الناس بنتهدى وهي هتهدى. خايف؟ لا مش خايف. عايز تنزل عايز تقعد؟ نروح يا محمد، زهقنا 3 شهور. الله المستعان يا صاحبي. وهبي باشا، ايه الدنيا جزار؟ حبيبي عامل ايه؟ طيب ايه الدنيا؟ مسافات ابو فؤاد. ايه الاخبار؟ الناس واقفه، ان حتى السفاره ما فكرتش تسال علينا، السفاره ما فكرتش تسال علينا ولا يبعتوا حد مسؤول من جوه يتكلم معانا ويقول مطالبكم ايه. انا مش عارف، انا الجاليه المصريه اللي في قطر دي منسيه ولا ايه؟